سبق لنا شدنا على هذا الشارع. هذا الشارع يخدم الأحياء وقضاء الخضر كلها كامل. هذا الشارع بالتندر وبالخريطة 30 متر، يعني بالخريطة وبالتندر 30 متر. الخريطة موجودة عندنا والتندر موجود. تفاجأنا من مدير بلدية قضاء الخضر المحترم الأستاذ فيصل حسين سالم تقليص الشارع على 9 أمتار. 9 أمتار يعني مترين ونص مقرنص، مترين ونص منها مقرنص، وتسعة بالنص صار. حكينا ويا الأستاذ فيصل وناشدنا المحافظ، وكان جواب الأستاذ فيصل إنه هذا الشارع ما عندي إمكانية أسوي، ما عندي إمكانية يعني أسوي سايد ثاني. زين شلون ما عندك إمكانية تسوي وأنت مصروفة لك فلوس كاملة، مقرنص، مجاري، رصيف، إنارة، سايدين بالتندر، فلوسه مدفوعة وكاملة، مصروفة يعني فلوسه للمقاول، على أي أساس أستاذ أنت تخلص الشارع تسوي 9 مترات؟ على أي أساس؟ بلدان العالم كله الحولي لازم يكون الشارع واسع، وهذا الشارع بالخريطة بالتندر 30 متر، لا احنا مزودين ولا انت مزود، هاي الدولة ومسويتها، على اساس تخالف القانون وتخلص الشارع على 9 مترات؟ هذا الشارع يخدم الاحياء كلها، هذا الجسر قدامك الكبير راح يتوقف هذا الجسر، هذا راح يصير به صيانة، وجاي يشترون جسر صغير، والسيارات راح تصير قضاء الخضر كلها تفتر منها على الحولي، هذا الشارع ما يتحمل سيارات مال قضاء كاملة استاذ، انت قلصته وتقول ما عندي امكانية اسوي. ناشدنا المحافظ الأستاذ أحمد ملفي يقرأ المراسلة ويحضرنا، يقول المدير البلدية عندي خط أحمر. شلون خط أحمر؟ واحد على باقي المدراء؟ يعني ما صار هاي أستاذ، الله شاهد ما صار ولا داير أبد. نطالب السيد المحافظ المثنى المحترم، نطالب النزاهة، نطالب شكو إنسان شريف وغيور على محافظته وعلى قضاءه الوقوف معنا. هذا الشارع انسرق، عينك عينك رسمي انسرق، يا جهة السرقة ما نعرف. مدير البلدية يقول ما عندي إمكانية أسوي، منين الكلام اجى ومنين صدر ما ادري. نطالب من الاستاذ احمد منفي بحل هذه المشكله وهذا الشارع. شوفه يقول ما عندي امكانيه اسوي، لان الشارع هذاك ملك الغير. لا، هذاك الشارع ملك للبلديه، الشارع الثاني هذا السادس الثاني ملك للبلديه، وبدليل انت مقدم دعوه استاذ فيصل على احد المواطنين بين مسوي شبره للسياره وشايل شبره مالته. انت استاذ فيصل نفسيتك اللي مقدمه قال هذا طابو، على اساس تقول مو طابو، بالتندر طابو، بالخريطه طابو، شلون مو طابو للبلديه؟ يعني هذا يضحك على عقولنا مثلا احنا